إقبال كبير من مختلف الفئات والأعمار في محلات الحاج جريفة، وهذه المرة في مدينة وهران. ملابس متنوعة للرجال والنساء أيضا، وبأسعار تنافسية. صاحب هذه المحلات اشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشعار خلي الزوال يلبس، مما جعل المواطنين يقتنون الألبسة في هذا المحل وفي كل المواسم، وبهذا قد جعله يحطم الرقم القياسي في الوطن. فبالتوفيق للحاج جريفة. اليوم حل الحاج جريفة هنا عندنا هنا في وهران، مرحبا به. كنا نحوسوا باش يحل هنا في وهران بالربح عليه ان شاء الله. كان الافتتاح ما شاء الله، ربي يرزقه ان شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي الى جميع المسؤولين وجميع السلطات التي ساعدت الحاج جريفة، ونتمنى له ان شاء الله يزيد اكثر من هذا. راه فرح الجزائريين كاملين، والله يكمل له كما تمنى، الله يكمل له. وان شاء الله تحياتي الى كامل الناس اللي عندهم مشاريع، الله يكمل لهم في هذا العام الجديد 2023. والسلام عليكم. نتمنى له بالبركة عليه المحل الجديد، عقوبة الحاجة واحدة أخرى، ويحفظ كاع بلادنا إن شاء الله، ويعيشكم كاع مبروك إن شاء الله، بالبركة عليه. اليوم راكم في محل تاع الحاج جريفة، وهران ترحب بكم هنا كاع. هنا احنا كنا نحوسوا على الحانوت يحل هنا، ومزية حل والحمد لله. منذ مدة وأنا أتابعه على مختلف محلاته على مستوى الوطن، وتابعنا في على صفحته في الفيسبوك أنه سيفتتح محله التجاري بولاية وهران يوم 10 جوان. نشكره لإتاحة هذه الفضاءات التجارية للمواطنين من ناحية التجارية ومن ناحية السياحية، ونقول له وفقكم الله. انا الحمد لله، احنا رانا جايين من ولايه سيدي بلعباس. اليوم سمعنا في الفيسبوك باللي الحاج قريبه راح يفتح المحل تاعه اليوم في وهران في كارطو. جينا رانا روبو اليوم، انا خدامين جينا وصافي. واحد دوزون احنا نعيطوا له في الفيسبوك، قالوا دير واحد لنا محل في وهران، باسكو نشوفوا في الفيسبوك والله عنده واحد لي بري واحد الاسوام. الله يبارك ما شاء الله، سومات كما قال لك في متناول القليل والمساكين، واليوم راه فتح المحل. نقول لها بالبركه. تم اليوم افتتاح محل الحاج قريفة في ولايه وهران، محل رقم 12 من سلسله محلات الحاج قريفة. ونشكروا سكان ولايه وهران على تلبيه الدعوه والحضور الكبير، ونعدهم ان شاء الله بالمزيد من المفاجات. توجور خلي الزوال يلبس. بسم الله، السلام عليكم، مرحبا بكم. الوغ انا كنت من منظمين افتتاح تاع المغازين حاج قريفة، وان شاء الله نطلبوا له النجاح، ونطلبوا له ان شاء الله الخير والبركه. هو ان شاء الله هو معروف في ضمن يجيب الاقمشه تاع النساء والرجال وتاع لي جون، سورتو لي جون. وان شاء الله يكون افتتاح مبارك ان شاء الله. السلام عليكم، اليوم في سومة تاع حاج قريفة جاية مليحة، وفيها البس قليل، السومة ناقصة، وخاص السومة ناقصة تقيها برا طالعة على هذه السومة، كيما في تريكويا تاع 100 تقيها 200 ميل 300 ميل. هنايا خير عند حاج قريفة. جيت عند حاج قريفة ولي تاع وهران، جيت عند قريفة. عجبك الحال؟ أنا من ولاية وهران، نسكن غينا في سيتي سي ان اس. سمعنا بلي حاج قريفة حل، جينا نشوفوا الأسعار، وهناك أسعار معتدلة، إن شاء الله ربي نجحه.